وما هي إلا بداية. سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين، وبالأخص ما نفهمش كيفاه اليوم في 2020 بعد الحراك المبارك، بعد كل القرارات اللي خذتها الدولة من أجل تخفيف الوطأ على المواطن في حياته اليومية، نوصل اليوم المناظر بشعة اللي كان يعرفها المواطن هذه سنوات. يجي الإنسان مسؤول أمام الكاميرا يبدو كأنه يطبق وحقيقة ملتزم مع المواطن، يوضعوا له الحد العداد نتاع الماء وعلى أساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسة وتاع الوزير الأول وتاع وزير الداخلية وزودناه بالماء في مناطق الضل، مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتر ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. أنا كنت ظن بلي هاد التصرفات انتهت هاد السينما، هاد الكوميديا، هاد الأمور هذه. مين المواطن راه يشوف؟ والله عز وجل راه يشوف. كيفاش نبقى في تصرفات كيما هذه اليوم وحنا نتكلم عن الجزائر الجديدة ونغرس في أذهان المواطن أن شيء ما تبدل؟ وراهم يقولوا لكم ولكن ما كان والو، التعليمات موجودة والتطبيق ما كانش، يعني تخريب في تخريب في تخريب. مواصلة الخطاب السلبي نتاع العصابة. حذاري حذاري حذاري، اللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اللعب هذا ينتهي. هذه كلكم تتذكروا في الحادثة نتاع السي بومدين رحمه الله الزعيم الراحل، لما جاي يدشن قرية فلاحية ست فلوف الدخلة سجر، كأنهم سجر غرسوهم باش لتجميل المحيط، وهي كلها سجر تغرست في الليل، ولكن ما جاوش يلعبوا معاه.